أسبوع القمة، باقي من الزمن 4 أيام فقط قبل انطلاق قمة مباريات الدوري بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، وطبعاً والجميع في انتظار يعني مباراة القمة كله بينتظرها بصرف النظر بقى في موقع الزمالك في الجدول، موقع الأهلي في الجدول، المباراة مؤثرة، المباراة مش مؤثرة، مباراة قمة أهلي وزمالك. وده اللي خلى عم كارتيرون النهاردة يألف. يعني كارتيرون النهاردة عايز أفهمه، يعني في ناس تقول لك يدفع بالشباب ويدفع باللاعبين الجدد، وشباب إيه ولاعبين جدد إيه؟ ده لعب النهاردة بجنش بيرجعه، موافقين خط الظهر محمد عبد الغني، بس ننزل بتشكيل الزمالك كده يا رجالة، تعال واحدة واحدة كده، عشان كارتيرون محتاج ان حد النهارده يقول لنا هو كان بيعمل ايه. بس انا هقول لكم المغزى من الكلام دوت، النهارده عندنا مفاجاه كبيره، انتظرونا بعد دقائق. طيب محمود جنش موافقين، حارس مرمى كبير، خط الدفاع حاتم محمد، ياسين مرعي، محمد عبد الغني، احمد عيد. محمد عبد الغني عائد، يعني هو حط خبرة كده صغيرة في كل خط. أحمد عيد لعب قبل كده بس ماشي، محمد عبد الغني ماشي. طيب نشوف خط النص، خط النص النهاردة عبد الله جمعة، إسلام جابر ماشي، سام أشرف لعب، يوسف أوباما راجع، محمد حسام اللي هو شبيه فرجاني ساسي ماشي. خط الهجوم كابونجو كاسونجو اللي فشل النهاردة. طيب هو انت كنت عايز ايه؟ ايه وجهة نظرك؟ بتريح اللعيبة لمباراة القمة؟ خلي بالكم برضو مباراة اف سي مصر الدور الاول حصل كده، الزمالك نزل بالصف الثاني مع انهم كانوا كلهم اسماء مش بالناشئين، وخسر نقطتين، والماتش بتاع الاهلي ما تلعبش. يعني انت خسران 4 نقاط من اف سي مصر. النادي الاهلي اللي خد بطولة الدوري ما عملش زيك، يعني النادي الاهلي اللي خد بطوله الدوري واللي المباراه اللي جايه تحصيل حاصل ومش فارقه معاه ما عملش كده. ادي الرسمه اهي، يعني انت قعدت بن شرقي فرجاني ساسي ونجم وطارق حامد و يعني مين تاني وسيد زيزو اللي خارج نطاق الخدمه النهارده، انت كمان خليت اف سي مصر هي اللي تركب الماتش وضيعوا كذا جون وهم الاقرب. ايوه انت وجهه نظرك يا حبيبي، ايه وجهه نظرك؟ اللي النادي الاهلي اللي فاز ببطوله الدوري ما عملش زيك، انت مش عايز المركز الثاني؟ يعني انا اول مره اشوف مدير فني مش عايز المركز الثاني. ما المركز الثاني ده حضرتك هيلعبك في افريقيا، مش عايز تلعب؟ لا انا عايز يعني استعد لمباراه الاهلي. ما هي مباراه الاهلي زي مباراه اف سي مصر بثلاث نقاط، دي مباراة بثلاث نقاط ودي مباراة بثلاث نقاط، ولا انت غاوي تحرق دم جماهير نادي الزمالك؟ طيب ايه بقى اللي ممكن نستنتجه من هذا التشكيل؟ هو يقول لك انا احرج اللعيبة اللي هتجدد في الفترة اللي جاية. معه كلامي يعني ايه؟ يعني اوباما عايز يجدد، محمود علاء لسه مجدد عايز فلوس، حازم امام عايز يجدد، محمد عبد الغني هيجدد، عبد الله جمعه هيجدد، لا انا عندي ناشئين وقاعده ناشئين وممكن ما يفرقش معايا اي حاجه، ملهاش مبرر تاني، مش لاقي لها مبرر تاني. طب في التوقيت ده؟ اه في التوقيت ده. طب ليه؟ انت طمعت ماتش مصر المقاصه في اخر ثانيه كسبت من ناشئ، مع ان ماتش مصر المقاصه كان الزمالك افضل من هذه المباراه، لكن تنزل مباراة وانت في أمس الحاجة، على فكرة انت لسه هيتخصم منك 3 نقاط في الآخر، وانت مين اللي معاك بنفسك؟ بيراميدز والمقاولين اللي يعني مستويات عالية جدا، وانت في أمس الحاجة لأي نقطة، وانت هيتخصم منك 3 نقاط بعد نهاية المسابقة، وانت المركز التاني هيوديك تلعب دوري أبطال أفريقيا. دي ايه الشورى يعني؟ من أشار عليك بهذا الكلام؟ أو يعني ايه اللي خلاك تعمل كده كارتيرون؟ يعني ليه تفقد نقطتين ممكن يكونوا سبب ان انت ما تلعبش في دوري ابطال افريقيا؟ ممكن يكونوا سبب. انت لازم تفرق في نهايه الجدول
باربع نقاط عن المركز الثالث، لان في ثلاث نقاط هيتخصموا منك، ولا ايه؟ صح يا رجاله؟ صح. طب ايه؟ ايه وجهه نظرك؟ اهلي وزمالك ثلاث نقاط وثلاث نقاط، ممكن تروح ماتش اهلي وزمالك ما تعرفش ايه اللي هيحصل. ماتش بثلاث نقاط وده ماتش بثلاث نقاط. يعني ممكن تروح من الاهلي تتغلب، يبقى فقدت اربع كم؟ خمس نقاط. ممكن تتعادل يبقى برضه هي هي. لو كنت كسبت اف سي مصر عوضت المباراه دي، ممكن تتغلب، ممكن تكسب وقابليهم نقطتين بسهوله قدام الاتحاد. ايه الاستراتيجيه بتاعت سيادتك؟ خدت كاس السوبر وخدت كسبت الاهلي في السوبر المصري خلاص؟ معرفش. يعني اول مره اشوف مش عارف يعني ممكن الاهلي يعملها، خد الدوري خلاص، لكن انت بتنافس على المركز الثاني تنزل. انا يعني الواحد ما صدقش التشكيل ده اللي نازل يلعب. طب يا جماعه المباراه دي رسميه؟ اه دي مباراه رسميه في الدوري. طيب خلاص، ممكن هيكون في حاجه كبيره ولا اي حاجه؟ اف سي مصر هي اللي بتهاجم وهي المسيطره. طب ممكن نشوف حاجه جامده؟ لا، اللي نزلوا حتى ولا بن شرقي ما فيش خالص، فرجاني ما فيش خالص، احمد سيد زيزو ما جاش خالص، مفيش حاجه خالص. يعني حتى حساباتك في الانذارات طلعت غلط، عبد الله جمعه خد انذار واتوقف. انا مش فاهم النهارده الزمالك كان بيعمل ايه، حد يفهمني.